في عندنا نسميها سريجو بندي بالكردي، راس الدبكه بيسموها بالعربي، يعني الرجال دائما بياخذ راس الدبكه. هذا لازم تكون مثلا عنده خبره، تكون لايق جسمه كمان، مشان بيمشي خطوات معينه بيمشيها وخطوات معينه بيرجعها، كمان لازم تكون لياقته منيحه. هي بالنسبه لمنطقه العفرين، نساء العفرين عم بياخذوا راس الدبكه، ما بيعطوا للرجال. هذا نقطة مهمة وأنا حبيته يعني بصراحة.